بص يا جماعه، تمام. تعالى بقى دلوقتي هكمل بس على الدرس اللي فات، اللي هو ايه بقى؟ احنا اتكلمنا عن السنترال نص الايه؟ ان الانسكرايب ده نص السنترال والكلام ده، عشان هنحل تمرين على الكلام ده دلوقتي. تاني اهو، يبقى دي لو سنترال مثلا يا جماعه كمثال بسيط بقى 100، يبقى الانسكرايب دي اللي واقفه وراها بتبقى نصها، يعني هتبقى 50، ولو واقفه في وشها مش بتبقى نص دي، لا بتبقى نص الريفلكس. يعني نعمل 360 ماينس 100 تديني 260، وهي تبقى نص ال 260 تبقى 130. طيب دي حاجه. الحته الثانيه في ويل نون بروبلمز. ايه ويل نون بروبلمز دي يا جماعه؟ بيبقى تمارين الناس حلوها، وكل ما يحلوها لو تطلع نفس النتيجه. فقال لك خلاص نخليها زي الثيرم كده او رول. هي تو رولز سهلين قوي. يقول لك ايه بقى؟ يقول لك ايه؟ ان انت لو عندك تو كوردز عملوا انترسكشن انسايد ذا سيركل، يعني كده بص ادي سيركل اهي، وجم تو كوردز، كوردز طبعا يعني ما بيمروش بالسنتر، واحد اسمه اي بي السنتر اهو يا جماعه بعيد عنهم خالص اهو، وده اسمه سي دي. يقول لك لو عملوا انترسكشن، بص بقى يا جماعه هتلاقي الانجل دي، خدوا بالكم احنا عارفين من زمان ان الانجل دي بتبقى ايكوال للانجل دي. طيب هنقول ان هم عملوا انترسكشن في ايه مثلا؟ انسايد ذا سيركل. خد بالك بقى، سواء الانجل دي او الانجل دي يجيبوا الميجر بتاعها ازاي؟ يقول لك ميجر اوف انجل، لما اجي اقرا دي يا جماعه بقراها ازاي؟ الاي هي اللي في النص، والاي شابكه في ايه وشابكه في دي، اكتب الاي من هنا والاي من هنا، المهم تخلي الاي هي اللي في النص. يقول لك الانجل دي لقوا ان هي ايه يا جماعه؟ ان هي هاف هاف، يعني نص مجموع الارك ده والارك ده، يعني الارك اللي في وشها والارك اللي في ظهرها. تاني يعني لو ان هي عباره عن هاف ميجر اوف ار اي دي بلس ميجر اوف ارك اللي في ظهرها ده بي سي. تاني هعملهم بس بالاحمر الاركين دول، بص يعني الارك ده والارك ده، لقوا ان هي عباره عن ايه؟ نص مجموع الارك ده مع الارك ده. يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني لو الارك ده يا جماعه مثلا الميجر بتاعه 60 ديجريز، والارك ده الميجر بتاعه 40 ديجريز، من الاخر ما احنا هاب يعني ايه يا جماعه؟ يعني ديفايد تو، يعني من الاخر اجمع دول اعملهم بلس بعض، بلس بعض وبعدين ديفايد تو راح دماغك، يعني اعملهم بلس بعض وديفايد تو. ما هاب يعني يعني نص مجموعهم، يعني ايه؟ يعني اجمعهم مع بعض واللي يطلع عامله ديفايد تو 40 بلس 60. انا ممكن اجيبها منتال اصلا، 40 بلس 60 100 ديفايدد 2 يبقى 50. لسه معلش، هو اللي جاب الانجل دي البي يا جماعه سي في هتلاقي الاي 50. اي دي، الانجل دي اكيد هتلاقي 50. نعم، هو اللي جاب البي سي في الاي اي دي. معلش هي الرول بتقول كده، الرول بيقول لك ان الانجل دي عشان تجيبها الارك اللي في وشها اللي هو اي دي هتعمله بلس الارك اللي وراها ده اللي هو سي دي، والانسر اللي تطلع عاملها ديفايدد 2 او هات الهاف بتاعها. تمام كده؟ يعني الارك ده الميجر بتاعه 60، الارك ده الميجر بتاعه 40، تعمل 60 بلس 40 100 ديفايدد 2 او تايمز هاف تديك 50، يبقى الانجل دي 50. وبالتاكيد يا جماعه دي هتبقى 50، واحنا عارفين من اولى اعدادي لو انت عايز تجيب الانجل اللي جنبها ده ستريت لاين، لو دي 50 بتبقى دي 130 يا جماعه، ده ستريت لاين معروف، الستريت لاين بيبقى تو انجل زون 180، ودي 130 بتلاقي دي 130. الفي او اي لو نفتكر الفي او اي، يعني لو لقيت دي 50 تلاقي دي 50، تلاقي اللي جنبها بتعمل معاها 180، وتلاقي اللي في وشها برضه زيها 130. تمام؟ طيب خدوا بالكم بقى، لو حصل وعملوا انترسكشن اوتسايد ذا سيركل، اوتسايد ذا سيركل يعني ازاي؟ يعني التو كوردز يا جماعه اللي هو اي بي وسي دول، سي دي ده، بصوا ادي السيركل اهي، وادي كورد اسمه اي بي مثلا، وكورد تاني اسمه سي دي عامل كده، ركزوا بقى. بس عملوا انترسكشن فين؟ مش قابلوا بعض جوه السيركل، لا ده اتمد كده وده اتمد كده، وقاموا مقابلين بعض بره السيركل. بص الانجل اللي تطلع دي جيبوها ازاي بقى؟ قال لك
افرض الارك ده مثلا 60 والارك ده 40 زي المساله اللي فاتت. بص بقى يا جماعه، شايفين التو اركس اللي هم دول اللي هم يعتبروا يا جماعه ما بين التو سايدز بتوع الانجل، اللي هو الارك ده هعمله بالاحمر عشان يبان، والارك ده يقول لك مش هتعملهم بلس بقى هتعملهم ماينس. يعني ايه؟ يعني ميجر الانجل دي في الحاله دي، الانجل دي عشان اقراها يا جماعه ايه؟ ميجر اوف انجل، بخلي الاي في النص وهي متوصله بالاي ومتوصله بالسي، في الحاله دي هتبقى ايكوال هاف. التو اركس بقى بس ماينس بعض، الارك الكبير اللي هو اي سي ماينس الارك الصغير اللي هو بي دي. دي رولز يا محمود واثبتوها، يعني مش احنا مش انا بقولها كده من عندي، دي رولز وهم اثبتوها زي السيرم كده، بس انت مش عليك الاثبات قوي يعني. طيب او بمعنى صح الاثبات ما بيجيش في الامتحان يعني قوي. طيب تعالى بقى دلوقتي يعني نعمل ايه بقى في الحاله دي؟ يعني بدل ما التانيين كنا بنعمل بلس هنعمل ماينس 60 ماينس 40 وبعدين ديفايد 2. ما هو يعني اعمل ديفايد 2 من الاخر، يعني انت المره دي هتعمله ماينس اهو 60 مش بلس 40 بقى زي اللي فاتت، لا ماينس 40 بعدين ديفايد 2. 60 ماينس 40 20 ديفايد 2 هتدينا كام؟ 10. يعني الانجل ده يا جماعه تطلع 10، الصوره دي اللي شايفينها دي 10 ديجريز. مستر نعم، واحنا ممكن ننطق زاويه بي اي دي، ممكن نسميها بي اي دي، المهم ان اسمها اي، وممكن تقولها انجل اي وخلاص. تمام، توصلها بالبي وتوصلها بالدي او توصلها بالاي وتوصلها بالسي عادي، المهم ان الاي تبقى في النص. ممكن اقول سي اي بي او بي اي سي. المهم ان الانجل بتاعتك الفيرتكس تبقى في النص. تمام. طيب خد بالك بقى، فهنيجي بقى نبص يا جماعه على الاكسرسايزز كده، نبص في المعاصر كده. هات اكسرسايز 7 كده في المعاصر. بص بقى هرسم واحده واحده، خلي كل واحد يقول لي واحده كده. طيب اول حاجه، اول مساله هو جايب لك كده، هنقول مثلا زياد هو جايب لي دي كده. مسألة فين يا مستر؟ نعم فين؟ تشوز ولا اللي هي سكند بروبلم دي؟ لا بفيرست اكسرسايز 7، اول سؤال عندك ايه؟ اول سؤال عندك اول مساله رسم لك كده دي 110 دي سنترال يا جماعه، الثانيه واقفه وراها هناك اهي ومعاها على نفس الارك سبتندد سيم ارك، يبقى دي هتبقى كام يا زياد؟ ها دي هتبقى كام؟ مش احنا قلنا يا جماعه دي اسمها انسكرايب ودي سنترال؟ الانسكرايب دي علاقتها بالسنترال هاف السنترال، يعني دي 110 يبقى دي كام؟ 55 ديفايد 2 على طول. طيب قول يا محمود اللي بعدها، عامل لي كده سنترال اهي برضه ودي ايه ودي بي. بص الثانيه جايه واقفه لها منين؟ هنا كده عادي من الجنب، ايه مش مشكله، المهم ان رجليها نازله على الايه؟ نازله على البي. هو مديك الانجل دي كام؟ مش مديها لك، مدي لك دي 35. ها تبقى دي كام يا محمود؟ 70. برافو عليك، برافو عليك. ما طالما دي 70 تبقى دي 35، دي 35 دي قدام مرتين، يعني حاجه سهله قوي. طب قول يا زياد اللي بعدها، قول يا جانا قصدي اللي بعدها معلش. بص يا جماعه في حاجه بس صغيره، هو لعب معاك لعبه صغيره كده، بيقول لك ايه؟ بيقول لك عامل لك ده ايكولاترال ترانجل. احنا عارفين يا جماعه من اولى اعدادي ان الايكولاترال ترانجل كل الانجلز بتاعته قد بعضها، الترانجل بيبقى الانجلز بتاعته 180، اعملها ديفايد 3 هتلاقي الانجل دي 60 ودي 60 ودي 60. مستر اجاوب انا ولا جانا اللي هتجاوب؟ طب خلي جانا عشان على الدور، انا عايز اقول حاجه بس، اقول انا دي الاول، انا اقول المساله دي دلوقتي. الايكولاترال ترانجل يا جماعه اي انجل عنده 60. ليه؟ لان هو الانجلز بتاعته كلها ايكوال، زي ما السايدز كلها ايكوال الانجلز بتاعته كلها ايكوال، ودي حاجه ثابته يا جماعه مش بتختلف من ايكوال، مش الايكولاترال ترانجل يكبر شويه الانجلز تختلف، هي 60 ان شاء الله يكون قد الهرم الاكبر، هي الانجلز بتاعته كل واحده منها 60. تمام؟ طيب فهو يعني ايه مش جايب لي الانجلز؟ طب ما انا عارف انه ايكولاترال يعني كلهم 60، وبعدين موقف لي واحده وراها هنا، اهي السي واقفه وراها هنا، وادي رجل كده ورجل كده،
اه طب تبقى دي كام يا زياد؟ بسيرت 30 بس خلاص، مش كيمياء يا جماعه، كلام سهل خالص والله. اهو 60 يبقى دي 30. طب تعالى نشوف اللي بعدها، نمبر 4. اقول بس نمبر 4 كده، انتوا ممكن بقى بدل ما تصور دول ممكن تكتبوهم عندكم على طول على الرسمه، على طول عندكم في الكتاب. نمبر 4، بص يا جماعه جايب لي ايه؟ جايب لي كده، قولي بقى دي يا جنى، هو ايه اللي ادي ام؟ طب معلش خليني انا اقول دي لسبب، خليني انا اقولها لسبب. بص يا جماعه في ترانجل كده صغير الكل بينخدع فيه، شايفين الترانجل الصغير ده؟ الترانجل ده يا جماعه ايسوسيلس، الترانجل ده كده هو بينتاز فورس تي، مش ده السنتر وده راديوس وده راديوس، الراديوس بيقض بعضهم اصلا، فهو لو وصلهم لي من تحت كده ده بقى ايسوسيلس ترانجل. ايسوسيلس ترانجل ايه مميزاته؟ الانجل دي والانجل دي بيبقوا ايكوال بعض على طول. ليه؟ لان ده بيبقى اسمه سايد وده اسمه سايد، والسايد الثالث اللي مش قدهم ده اسمه بيز. يعني تاني ده اسمه سايد وده اسمه سايد وده اسمه بيز. الانجلز الموجودين على البيز لازم يكونوا قد بعض. فهو بيلعب معايا لعبه هنا، جايب لي ايه؟ جايب لي الانجل هنا فوق 45. طب ما هي سهله. ها طالما دي 45 معلش تبقى دي كام يا جنى؟ الام دي تبقى كام؟ 60. جنى الو 60 دي هتبقى كام؟ 60. لا دي قدام مرتين، دي نص دي على طول، دي 45 يبقى دي قدام مرتين يعني تايمز 2 يبقى 90. طب حلو قوي، دي 90 وانت عارفين ان راي سوس يعني الانجل دي قد دي. طب ما احنا نعمل ايه يا جماعه؟ الترانجل كله 180. طب ما نعمل 180 ماينس 90 تقوم طالعه الاجابه 90. الاجابه اللي تطلع نعملها ديفايد 2 على طول، ديفايد 2 تطلع 45. لا 45 ليه بنعملها ديفايد 2؟ عشان هما الاثنين قد بعض. احنا ممكن نعملها في ستيب واحده، بدل ما اعمل 180 ماينس 90 واللي يطلع اعمله ديفايد 2 مره واحده وخلاص بقى. 180 ماينس 90 ديفايد 2 على طول هتطلع 45. يبقى الانجل دي 45. بص يا جنى عايزكم تفهموا يا جماعه حاجه، دي نص دي، يعني لو اداني دي اضربها في اعملها تايمز 2 تديني 90، اداني دي اعملها ديفايد 2 تديني دي بس وخلاص. يعني هو الدرس كله بيتكلم على كده. طب اصور دي برضو. تمام. طيب لو جيت قلت ايه؟ اشوف بقى طالما اتفهمت العمليه، اشوف بس لو واحده فيها تركه كده. هو جايب لي شويه رسومات حلوين قوي في السؤال الاولاني ده. طيب هقول مثلا ايه؟ ناخدهم بالترتيب، قول يا مروان كده واعمل لك دي كده. بص يا جماعه نمبر 5. ركزوا بقى واعمل لك السنترال، بص فين. شايفين التركه اللي في المساله دي 80. طيب ماشي، بص يا جماعه الانسكرايب ده انجل واقفه منين؟ انسكرايب انجل مستر اللي في وشها هتبقى 80 واللي على اليمين هتبقى 100 واللي على الشمال هتبقى 100. برافو، هتطلع 40 في الاخر يعني. برافو عليك، اكسلنت بصراحه. بص يا سيدي السي واقفه يا جماعه منزله رجل على البي، على الدي، ومنزله رجل على الايه، شايفين السي؟ فهي المفروض مين اللي واقفه معاها؟ السنترال اهي مشتركه معاها، منزله رجل على الدي ورجل على الايه، يعني المفروض دي يا جماعه نص دي، دي كده نص دي. ايه اللي عرفني؟ عندي الام اهي، ادي ليج اهي او سايد على الدي وسايد على الايه. الانجل سي برضو رجل على الايه ورجل على الدي. وفي ناس يقول لك ايه؟ في ناس برضه يعلمها تاني غير موضوع الرجل ده، يقول لك مش ده الارك اسمه دي ايه؟ بص كده ركز بقى، عامل زي كره البلياردو كده. لو انت طلعت من هنا خبطت في السنتر ورجعت هنا، ولو انت طلعت يبقى دي السنتر الانجل. طب لو طلعت خبطت في السيركل فوق، يعني لو طلعت كده خبطت في السي وقمت رد تاني منك الكره هنا كده، بقت دي اسمها ايه؟ انسكرايب.
دي بتبقى نص دي زي كرة البلياردو بالظبط، هتضربها من عندي دي تخبط في ام وترد تاني تخبط في ايه، الانجل دي بقت سنتر عشان على اليمين. طب هتخبطها من عندي دي تخبط في السلك من فوق عند سي وترجع تاني للاي، دي بقت انسكرايبت، مكان الخبطه ده هو الانسكرايبت او هو السنتر، دي بتبقى نص دي على طول. طب هو قال لي ايه؟ بس هو مش جايب لي دي مباشره، بس انا عارف ان ايه؟ ان الفيرتيكالي اوبس انجل زي ما دي 8 يا جماعه تبقى دي 8، فدي هتبقى نصها يبقى دي 40. وزي ما مروان قال لو هو كان طلب منه دي كده كان جابها، كان قال له دي مثلا 100 لان معروف الاثنين اللي جنب بعض دول 180. معايا يا جماعه؟ طيب نشوف بقى اللي هي بتاعت ال، عرفت ليه يا مروان بحب انك تحضر؟ تقول لي اصل انا خالي عامل لي فيها نفسك راجل مهم جدا يعني. طيب طب هتخرج تروح فين؟ تتفسح ولا هتروح فين؟ بروح عند جدتي. طيب لا كده يا عم ده الخروجه مهم صراحه. لا اصل انا بحبك انت شاطر وانتوا كلكم شاطرين الحمد لله، بس يعني ايه لما بلاقي بصراحه واحد شاطر غاب بزعل بصراحه يعني. طيب لو جينا بصينا على ايه؟ طيب بص يا جماعه المساله اللي بعدها دي برضو هقول بقى، هيبتدي بقى في افكار كده انا هقولها برضو عشان ايه؟ نفهم القصه. بس احنا هنحل نمبر 6 صح؟ تحلها. طب حلها زياده ماشي. انا قلت انت خفت من منظرها المرعب ده. ادي ام. لا انا مش خفت، انا مش عارفها. طيب طب اقول لك على حاجه نمشي معاها ده واحده كده. اولا دي مبدئيا دي الام دي السنترال ماشي. بص يا جماعه هو قام عامل لي كده دي كده دي كده. اوعى تكون زعلت يا مروان بقول لك عامل نفسك مهم. لا لا عادي حبيبي انا بهزر معاك. طيب بص بقى، بص يا جماعه بيقول لك الانجل دي 30 مستر. طب اما هيبقى ب 90؟ لا استنى بس دقيقه كده، ده تقريبا انا نفسي مش عارفها. طب استنى بس دقيقه هنشوفها ايه واحده واحده نمشي مع بعض. تقريبا هتبقى ايكوال 116 تقريبا. ما انا هقول لك على حاجه، هي فيها شغل جامد شويه. اقول لك ليه بقى؟ بص دي 32 ركز بقى ودي 25. طيب احنا المفروض يا جماعه هو طالب مني السنترال انجل. طيب لو دي 32 ودي 25 احنا ممكن نعمل حركه حلوه قوي، نعمل حركه كويسه قوي. ما هو احنا ما عندناش منظر، ما عندناش شكل بالمنظر، الشكل ده لا هو واصل تراينجل ولا هو واصل اي حاجه. طب ايه المانع ان احنا نعمل له، بص يا جماعه ايه المانع ان نعمل له دي كده كونستراكشن صور كده، فيها مشكله؟ يبقى انا كده خليته تو تراينجلز. وخد بالك انا قلت لكم حاجه في ناس كتير بتتخدع منها يا شباب، بينسى ان التراينجل ده ايسوسيس، ينسى ان الريديوس كلهم قد بعضهم. يعني ام ايه ده ايكوال ام سي ايكوال ام بي، يعني السايد ده ايكوال ده وده ايكوال ده. يعني انت دلوقتي عندك اثنين تراينجل ايسوسيلس، بص كده ده ايسوسيلس والتاني المنقط اللي جنبه ده ايسوسيلس يا جماعه متخيلين؟ طب ما احنا الايسوسيلس عارفين ان البيز انجلز ار ايكوال، ندور بس على التو سايدز بتوعه، التو سايدز هما اللي يكون بعض دول تو سايدز، يبقى السايد الثالث ده اللي هو اي سي ده هو البيز، يبقى لازم الانجلز اللي على البيز يكونوا ايكوال بعض. يعني دي 32 هتلاقي الانجل دي 32 على طول. سهله ولا صعبه؟ طب الانجل الثاني ده سايد وده سايد، يبقى ده البيز، البيز يبقى الانجلز اللي على البيز ار ايكوال، يعني دي 25 يبقى دي 25. حلو قوي. طب ما كده يا جماعه الانجل اللي فوق دي كلها تبقى كام؟ ركز بقى احنا كنا قاسمينها، هي دلوقتي طلعت حته منها 32 حته 25، مش تبقى كلها على بعضها كام يا جماعه؟ يعني انا رجعت رسمت الرسمه تاني كده زي ما كانت جايه، مش الرسمه كانت جايه عامله كده؟ ايوه برافو يا محمود، الرسمه كانت جايه عامله كده. انا اللي قسمت دي
طب انا قسمتها حتتين، حته 32 مش حتتين بالظبط قد بعض، دي طلعت 32 دي 25، طب ما نجمعهم مع بعض يا شباب يبقى 57. طب ما خلاص شكرا، مش دي انسكرايبد ودي سنترال، الانسكرايبد نص السنترال. عايز تجيب السنترال نعمل ايه؟ ناخد ال 57 دي نعملها مالتي باي 2 خلاص. هتطلع كام يا جماعه؟ 4 اند كاري 1 هتطلع 114 اهي. شفتوا بقى؟ يبقى انا خدوا بالكم يا جماعه ركزوا، عشان زي ما قلت لكم منهج الترم الثاني ده يا جماعه انتوا دخلتوا في مرحله ثانوي، يعني هو ايه؟ بتبتدي تتعامل كانك طالب ثانوي، تمام؟ يعني الشغل هتلاقيه ابتدى يعلى معاك شويه، مش يعلى يعني يصعب، يعني في تفكير شويه، مش زي نظام زمان بقى وانت صغير لو جت كده تبقى كده، لا. مستر انا مش فاهم. تاني يعني هتبص تلاقي المسائل بقت الافكار بتتوسع معاك شويه. تاني من فهم من اول فين يا زياد؟ لا انا مش فاهم الرسمه كلها بصراحه يعني. يبقى انت سرحت فيها. هقولها تاني، هقولها تاني. لا ما سرحتش، انا سرحت بحاول والله، افهم لكن مش عارف. سرحت والله، بس هقولها تاني. اصل انت مش معقوله ايه؟ طيب بص معايا، مش مشكله. بص تاني اهي، تاني من اول وجديد. هقسمها تاني. لان انا قلت معلومه مهمه في الاول. اهي بص يا جماعه كده. الانجل دي 32. والانجل دي 25. انا مشكلتي ايه؟ هو عايز مني دي، طب انا عايز اجيب دي، طب اجيب دي ازاي؟ الشكل اللي هو قدامي ده يا جماعه مش تراينجل اصلا، ده عامل زي الطياره كده، عامل كده. ما هو لو تراينجل كنت قلت الانجل دي 32 ودي 25 عملتهم بلس بعض ماينس 180 ادتني الانجل دي، لكن ده شكل الطياره كده يعني، مش هينفع بقى كده. طب اجيبه ازاي؟ انت عارف، عارف لو هو مديك الانجل دي مثلا، كنا قلنا الشكل ده كله 360 لانه كوادريلاترال وكنا جبنا الانجل دي، لكن ده انا حتى دي مش عندي، فانا مضطر اعمل ايه يا جماعه؟ اخدت لك الشكل بره يا زياد. بص ملهاش حل غير ان اقوم عامل ازاي، اقوم عامل كونستراكشن من عندي كده، او موصل ده كده. طالما وصلت ده كده المساله اتقسمت لتو ايكو تو ايسوسيلس ترانجلز. طب الترانجل الاولاني اسمه ايه؟ اهو البوينت دي كانت سي، وادي ايه وادي بي. الترانجل الاولاني اهو اللي هو ده، انت فاهم لحد ما انا عملت الكونستراكشن ده؟ زياد، زياد الو، اه يا مستر، فاهم اما عملت اه يا مستر، الكونستراكشن ده ليه؟ عشان اقسمها لترانجلين، ما انا الشكل ده ما اعرفش اتعامل اه معاه. خلاص هعمله كده اهو يا عم، بقى ترانجل كده وترانجل كده، ترانجل معروف 180. ده في نفس الوقت الترانجل ده فيه ميزه، لو اشتغلنا في الترانجل ده، الترانجل ده ايسوسيلس، يعني ده طول ده، ده طول ده، تمام؟ طالما ان الترانجل ايسوسيلس يا جماعه يبقى البيز انجلز ار ايكوال، يعني الانجل دي 32 هتلاقي الانجل دي زيها 32. في مشكله لحد كده؟ زياد، يا زياد لا يا مستر، في مشكله لحد كده؟ بس دي اهم حاجه. لا لا، طب يبقى هتبقى الترانجل نقول الثاني، 32. طب الترانجل لا الثاني يبقى كده هنقول 32 بلس 25. بس ثانيه، بس دقيقه، انا عايزك برضو انت تقول الترانجل الثاني، الترانجل الثاني ايسوسيلس اللي هو ده. ما هو انت دي اهم حته في المساله، بعد كده الموضوع سهل. الترانجل الثاني ده ايسوسيلس، او بص ده كده وده، لما دي 25 دي هتبقى 25. ولكن انا مش عايز دي لوحدها ودي لوحدها، انا عايز الانجل كلها كام يا جماعه؟ كلها كام؟ كل دي كام؟ لان دي اصلا قد دي مرتين، يعني الانجل دي كده مش قد دي لوحدها ولا قد دي لوحدها، لا ده قد دي كلها مرتين. طب دي كلها تبقى كام؟ زي ما محمود قال هنجمع دول اهو، يعني انا لو رجعت شلت ده كده وهي كان فيها جزء 32 والتاني 25 يبقى كلها بقت 75 بقى 57 اجمعهم مع بعض. خلاص طالما بقت 57 دي كده قدها مرتين، قدها مرتين يعني اعمل تايمز 2 تطلع ب 140. فهمتها زياده ولا لسه؟ ايوه يا مستر فاهم. يعني من الاخر بص، لو انت عندك انجلين زي دول كده، دي 32 ودي عام 25، انت عايز تجيب دي كلها على بعضها كده، هتجمع دول، بس هتجمع دول، هي دي الحته اللي انت كنتش فاهمها على فكره. طيب ماشي،
يبقى كده يا جماعه بص بقى. طب نبص على المساله نمبر 7 اللي بعدها كده. نمبر 7 اللي بعدها. احنا غالبا الويل نون بروبلم هنحل عليه المره الجايه. سنقدم دي لان هو الدرس ده درسين في بعض. بص يا جماعه. ادي سيركل من الدائرات. تمام؟ ام بلا عمام لي ده كده بصوا كده عشان هذا ركز وانا بس اي بي. بص يا جماعه اللي في الجنب ده ايه؟ ده تانجنت. احنا خدنا قبل كده يا جماعه ان التانجنت بيعمل مع الراديوس 90 ومش مديك الديامتر ده لعبه. طالما ديامتر مع تانجنت اعرف ان في 90 على طول وانت مغمض دي كده 90 من هنا و90 من هنا اوتوماتيك من قبل اي كلام. تمام؟ طيب قام جاي عامل لي ايه بقى يا جماعه؟ قام جاي من الام كده الام واصله لايه؟ قام منزلها لي على دي برضه. يعني كده الام واقفه رجل على الاي ورجل على الدي ماشي. طب جه على البي اللي فوق دي. البي رجل نازله على الاي وبرده رجل نازله على الدي. لو انا ملاحظ بصوا كده اهو رجل نازله على الاي ورجل نازله على الدي. يعني معنى كده يا جماعه ان الانجل دي نص دي. الانجل دي كده انسكرايب نص دي. في حد مش فاهم لحد الحته دي؟ لا ده دي تاني. الانجل بي دي رجل على الايه ورجل على الدي. تو سايدز بتاعهم واحد على الايه واحد على الدي. الانجل ام مستر نعم هي مش عشان كده مش عشان زاويه بي كده ب 50. لا هي لا ده مش بي كلها ب 50. ده هو هي في جزء منها ب 50. ايوه ده هو عامل لك الحته دي بس قايل لك شوف يعني مش زي ام 100. شوف العلامه اللي هو حاططها زياد. العلامه اللي هو حاططها على دي كده بيقول لك دي 50. دي عكس المساله اللي فاتت. الانجل دي كلها 90 لما دي 50 تبقى دي كام؟ 40 ولا ايه؟ مش الانجل كلها كده يا جماعه 90؟ كلها 90. انت بتقول لي الشريحه دي 50 الحته دي 50 يبقى لازم الحته اللي جنبها دي تبقى 40 مش كلها على بعضها 90. تمام ولا مش معايا؟ زياد معاك يا مستر حلو معاك معاك. اللي يهمني القصه الثانيه بقى اهم حاجه يا جماعه اشوف الانجل رجليها واقفه فين. دي دماغها اللي هي البي رجل واقفه على الاي ورجل واقفه على الدي. حلو قوي. ندور لها على واحده ثانيه واقفه معاها على اي ودي بس تكون سنتر اهي. دماغها الام ورجل واقف على الايه ورجل واقف على الدي. يبقى دي نص دي على طول يعني دي ايه اوتوماتيك على طول. ليه؟ هما الاثنين واقفين على نفس الارك اي دي. سابتين للسيم ارك اي دي. تمام؟ طيب كويس جدا. طالما هما الاثنين سابتين للسيم ارك اي دي يبقى انا عندي ايه دلوقتي؟ هو طالب اصلا هو طالب اصلا الانجل دي اساسا. طالب دي اي دي. يبقى جبناها ايه في ثانيه. يبقى القصه كلها جايه من ايه يا جماعه؟ تانجنت مع دايمتر. طلعت الانجل دي 90. تمام، جزء منها 50 يبقى الجزء الثاني 40. طيب الانجل دي يا جماعه اللي هي البي دي لو احنا شايفينها لونها كده اهي. خدوا بالكم الانجل دي كده رجل واقفه على ايه ورجل واقفه على دي. مع الانجل ام بصوا نفس القصه. بصوا ادي دماغها ورجل واقفه على دي ورجل واقفه على ايه. يبقى لازم دي تكون نص دي. طالما هما الاثنين لو تخيلناها هما الاثنين واقفين على الارك دي، دي كده جايه من هنا واقفه على الارك دي. ودي جايه من هنا واقفه على الارك دي. طالما هما الاثنين واقفين على نفس الارك يبقى دي نص دي على طول. تمام؟ طيب. مستر معلش انا مش فاهم ازاي جبنا الاي تي. ازاي جبت مين؟ الاي تي. الارك اي دي ولا الاي دي مين؟ الانجل دي يعني؟ لا اللي هو الام يعني. ازاي ما هقول لك تاني اهو. طب هشيل التانجنت واقول بس حاجه تانيه. هرسمها كده بص اعملها حته حته. هرسمها على جزئين. مبدئيا لو ده ديامتر وده تانجنت الانجل دي كلها 90 على طول. طالما ده ديامتر وده تانجنت. طيب هو مديني الشريحه دي يا جماعه كده. بيقول لي الانجل دي كده 50 صح؟
يبقى اللي جنبها دي يا جماعه 40، دي كلها 90 كده، حته منها 50 يبقى الحته اللي جنبها دي 40. في مشكله لحد كده؟ لا تمام. ده الجزء الاولاني بالرسم، او ده الشغل الاولاني في الرسم. الشغل الثاني هعمله لك في رسمه ثانيه عشان تتضح معايا، او البارت الثاني من الرسم، ان كده ان انت عندك السنتر او ام. بص الانجل دي نزلت رجل هنا ورجل هنا على ايه؟ على ايه ودي باين ولا على ايه؟ كانت النقطه دي ايه؟ معلش عشان اسمي مش قدامي دي عارف. على ايه دي؟ صح، كان هنا ايه وهنا دي، صح ولا ايه؟ تمام. بص بقى قامت الانجل دي اللي هي هنا دي اللي هي سي واقفه من هنا كده، بص كده، وقامت منزله رجل على الايه ورجل على الدي. تاني الانجل ام رجل على الايه ورجل على الدي، الانجل سي رجل على الايه برضو ورجل على الدي. نهايتها ايه؟ بص نهايه رجلها ايه على الدي، دي نهايه رجلها على الايه، دي دماغها، يبقى دي نص دي. طب ما انا لسه جايب دي اهي، جايبها 40 صح ولا ايه؟ خلاص يبقى دي 80. اصل هو في ناس يا جماعه ساعات بتبقى، ساعات في ناس بينخدع في المنظر ده اللي انا بقوله دلوقتي. الناس كلها واخده على ان الانجل الانسكرايب بتقف ورا السنتر كده، بص واخدين انهم بيجوا منفصلين كده، دي واقفه كده على الاي بي، بتخدع ناس كتير جدا. ام بيقول لك الثانيه بتبقى هنا عند السي ومنزلها رجل على البي ورجل على الايه، بص منفصل عنها خالص، فبتبقى دي نص دي، ادي 80 تلاقي دي 40. لا ساعات بقى بيعمل لي حركه يعني جامده جدا. بص يقول لك ايه، بص اهو يجيب لك الانجل دي 80 عادي، ودي بتخدع ناس كتير جدا. ايه بص بقى الانجل سي ما تروحش تقف وراها بالظبط، تقوم رايحه واقفه على جنب كده، بص تقف هنا كده، ركز دي دماغك، تقوم منزله رجل هنا على الايه ورجل على البي، تيجي تنزل رجل على البي، بص تقوم مندمجه مع الانجل دي، بص بتنزل رجلها على البي، بص كده قامت تراشقه مع الانجل دي برضو، دي نص دي، بس هم اشتركوا في الرجل دي، دي رجلها ام بي ودي رجلها سي بي، فعدوا على نفس الايه الرجلين اشتركوا مع بعض، خدت بالكوا؟ فدي بتخدع ناس كتير المنظر ده، يقول لك دي نص دي، دي نص صح، بص السي رجلي نازله على الايه ورجلي نازله على البي، انا مش دعوه بقى عدى على ام بي ولا لا، المهم هو منزله رجلها كده قامت معديه على بي، دي برضو رجلي نازله على الايه ام ايه ورجلي نازله على البي ام بي، مش ذنبي بقى ان الرجلين اشتركوا مع بعض كده في نفس الخط، فهمنا يا جماعه؟ فدي اللي واجبها لي في المساله دي، المنظر ده اللي واجبه لي، بس جايبه لي مقلوب يعني، هو عامل لي كده، هو عامل لي كده، المنظر جايبه لي ازاي؟ جايب لي كده اهو من الانجل ام اهي، بص اهو رجل على الايه ورجل على التي، وبعدين قايل لي الانجل الثانيه واقفه وراها هنا سي كده، بص اهو رجل على الدي، الانجل الاولى طبعا ورجل على الايه، بس هو بتنزل رجلها على الايه اشتركت مع دي، فبرضه هي الانجل دي برضه نص دي، وقام بقى ايه ما حبش لي المساله بايه؟ قام عامل لي من هنا تانجنت، عشان انا كده اتلخبط اكتر. طب ما التانجنت معروف بيعمل 90 من هنا و90 من هنا، كل دي 90 كل دي 90، قام قال لي طب الانجل دي كده بس 50، طب ماشي يا عم، ما كل دي 90 لما دي 50 يبقى دي 40، واحنا لسه عارفين ان دول الاثنين مشتركين في نفس الارك اي دي او شرطين للسيم ارك اي دي، يبقى دي 40 يبقى دي 80. فهمنا يا جماعه؟ جبتها لكم كذا وجه اهي عشان تبان معاكم العمليه. بص يا جماعه، هو ممكن انتوا بس هطلب منكم طلب تحلوا لي بقيه الرسومات حتى اللي هي في التمرين الاولاني ده، فكروا فيها، والمره اللي جايه ان شاء الله بتاع الجيومتري هنحل على تاني، معلش عشان الدرس ده مش هينفع يتقلب بسرعه كده بصراحه، لان هو درسين في بعض، والدرسين من اهم دروس المنهج، يعني الدرسين دول مستر. نعم ممكن نحل نمبر 8؟ نمبر 8 طيب ماشي.
شكلها بص يا صعب. جماعه الدرسين دول معلش الدرس ده هناخد فيه تاني المره اللي جايه، لان فيه رسومات كتير وزي ما انتم شايفين، وفي نفس الوقت الويل نون بروبلم برضه عشان نحل عليه. يعني هو المفروض دول اصلا درسين مش درس واحد. طيب تعالى بقى نشوف نمبر 8. ثانيه واحده كده بس اجيبها. نمبر 8 شكلها كده ملعبك، بس هي برضه هتبقى سهل، بس مش معاك حته كده. اهم حاجه يا جماعه تشوف الانجل واقف على ايه. طيب السيركل اهي، ناخدها حته حته كده. هنا في دي يا جماعه، خدوا بالكم، اهم حاجه اشوف رجليها واقفه على ايه. دي رجل واقفه على الايه، والرجل الثانيه واقفه على الايه. متخيلين يا جماعه ان ده بني ادم ودي رجل ودي رجل، وتخيل كده ان دي رجل ودي رجل. لو تخيلت كده والله كان الموضوع سهل جدا. او ده صقر ودي رجليه وشايل الارض، تمام. بس بيتهيألي لو بني ادم واقف برجليه دي هتبقى اسهل. ودي دماغه، دي انسكرايبد كده طالما هي هسه. ماشي. طيب ندور لها على سنترال بقى. سنتر يعني سنتر يعني هتكون ايه؟ نفس الدماغ بس عايز دماغها على السنتر، وتكون واقفه على نفس الارك. دي رجل على الايه ورجل على البي. ندور لها على واحده تكون رجل على الايه ورجل على البي. الله، لقيناها جاهزه ومديها لنا زي الفل ب 140، زي الفل. بسرعه تبقى 70 على طول. دي 70 وانا مغمض، طالما هما الاثنين دي واقفه رجل على الايه ورجل على البي، دي واقفه رجل على الايه ورجل على البي. برافو يا مرات، دي نص، دي 70 على طول. طيب نشوف عايز ايه بعد كده. قام جاي عامل لي ايه يا جماعه؟ دخلني بقى في شغل اولى اعدادي. قال لي ان ده بارلل لواحد تاني هنا. يبقى كده حته المساله قلبت اولى اعدادي بقى. دي كده شغل ثالثه اعدادي، دي نص دي. من اول الحته اللي جايه دي اولى اعدادي. البارلل يا جماعه لو نفتكر، البارلل كان له ثلاث اشكال. كان له الشكل ده اللي هو حرف زد، تلاقي ده بارلل ده. وده كده تلاقي الانجل دي 50، تلاقي الانجل دي 50 زي الالترنيت انجلز. لو نفتكر حرف زد كانوا بيكوال بعض. الحرف الثاني تلاقي ده بارلل ده كده. وده جاي كده، تلاقي الانجل دي قد الانجل دي برضه، يعني لو دي 50 تلاقي دي 50 برضه. الشكل الثالث اللي هو تلاقي ده بارلل ده، وتلاقي ده قافل عليهم من هنا كده، بيقول لك عليه حرف يو. حرف يو ما بيبقوش الاثنين قد بعض، بيبقوا الاثنين دول مجموعهم 180. يعني لو لقيت دي 50 او لو لقيت دي 80 تلاقي دي 100. دول الثلاث اشكال بتوع البارلل. كان درس، كانوا درسين في اولى اعدادي. دلوقتي جاي لنا حته في مساله. طيب تعالى بقى دلوقتي. اكيد المساله تتبع الشكل الاخير ده. ده بارلل ده، وده قافل عليهم من هنا. يبقى الانجل دي يا جماعه 70 هي، والانجل دي، الانجل دي كلها